بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا المشرفة على فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم عن إطلاق جائزة الشارقة للابتكار في دورتها الأولى والهادفة إلى دعم المبتكرين وتحفيزهم المستمر لطرح الحلول الإبداعية في كافة المجالات. أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على ضرورة أن يتحول الابتكار من فعل دوري مقتصر على المهتمين والمشتغلين بالصناعات والتقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية إلى أسلوب حياة يمارسه الجميع. وثمن سمو ولي عهد الشارقة دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمسيرة الابتكار في مختلف النواحي.